أهلا بكم في مال وأعمال. أنا دينا سالم، ضيوفي الليلة المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وسنتحدث معه عن افتتاح شركة سيمنز الألمانية لمراكز تابعة لها بالمنطقة الاقتصادية بالعين السخنة. كما نستضيف محمد كمال مدير التداول في شركة الرواد للأوراق المالية لتحليل أداء البورصة المصرية وتحركات الأسهم. لكن كالمعتاد نبدأ دائما بوقفة مع أبرز الأخبار لهذا اليوم. اجتمع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بوزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد العاطي لاستعراض عدد من ملفات العمل. واستعرض وزير الري دراسة تعظيم الاستفادة من مياه الصرف وإعادة استخدامها في التنمية الزراعية. وتناول الوزير المشروعات المقترحة لتطوير واحد سيوة، مشيرا إلى أنها تتضمن العمل على غلق الآبار العشوائية واستبدالها بآبار عميقة، فضلا عن المشروعات الخاصة بإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي. وافق رئيس الوزراء على تنفيذ المشروعات المقترحة لتطوير واحة سيوة بتكلفة إجمالية تقدر ب 725 مليون جنيه. كما كلف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أو أكد على ضرورة سرعة تنفيذ أعمال تطوير وصيانة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، وكذلك سرعة توفير التمويل المطلوب للانتهاء من تلك الأعمال. جاء ذلك خلال اجتماع مدبولي بالمهندس كامل الوزير وزير النقل لمتابعة الملفات التي تعمل عليها الوزارة. واستعرض وزير النقل خلال الاجتماع تطوير وصيانة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، ويشمل ذلك أعمال الصيانة بإجمالي تكلفة 617 مليون جنيه، تشمل صيانة طبقات الصرف من الأوتوستراد إلى المريوطية بطول 12 كيلومترا. وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة برئاسة الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على تخصيص 53 قطعة أرض في 22 مدينة جديدة بنشاطات مختلفة. وقال الجزار إنه تمت الموافقة على إضافة آلية للتعامل مع طلبات المستثمرين لتخصيص أراضٍ بالمدن الجديدة للمساحات 5 أفدنة فأقل، إضافة إلى وضع آلية للتعامل مع المستثمرين بالمنطقة الشاطئية بمدينة العالمين الجديدة. قالت وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي الدكتورة رانيا المشاط إن مصر حرصت على استغلال التعاون الوثيق مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين للعمل على تمكين المرأة ودفع القضايا الخاصة بها للأمام. وأشارت إلى أن مصر احتلت المركز الأول في منطقتي الشرق الأوسط وغرب آسيا في اتخاذ 21 إجراء لدعم المرأة خلال فترة فيروس كورونا. تم توصيل الغاز الطبيعي إلى 11 مليون و300 ألف وحدة سكنية ضمن المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل. وقال وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا إن المحفزات التي وفرتها الدولة للمشروع أعطته زخما ودفعات قوية لتحقيق معدلات توصيل قياسية تتجاوز المليون وحدة سنويا، مشيرا إلى توسع المشروع بقوة ليضم مناطق جديدة. وصل الغاز الطبيعي لمنطقة أبو النمرس ضمن المناطق التي يدخلها المشروع لأول مرة بإجمالي 50 ألف عميل. أطلقت مصر في حدث افتراضي اليوم إصدارها الأول من السندات الخضراء في بورصة لندن، حيث يعد الطرح المصري للسندات الخضراء السيادية الحكومية الذي تبلغ قيمته 750 مليون دولار لأجل 5 سنوات يعد الأكبر بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والأول من نوعه في بورصة لندن. أعرب وزير المالية الدكتور محمد معيط والمدير التنفيذي المؤقت لبورصة لندن دانزل جينكنز ووزير الشرق الأوسط البريطاني جيمس كليفرلي عن دعمهم لهذه الخطوة التي تسهم في تعزيز الطموحات المشتركة للبلدين من أجل التعافي الأخضر من فيروس كورونا ودعم المناخ.
أطلقت وزارة المالية والتربية والتعليم والتعليم الفني عن طرح المرحلة الثانية من المشروع القومي لبناء وتشغيل 1000 مدرسة متميزة جديدة بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، وهذا اعتبارا من الأحد المقبل. وأعلن وزير المالية الدكتور محمد معيط عن بناء وتشغيل 98 مدرسة متميزة للغات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص في 16 محافظة، مشيرا إلى أن المرحلة الثانية تراعي التوزيع الجغرافي لمعالجة الكثافات الطلابية في بعض المناطق. قررت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج صرف منحة 100 جنيه لمستحقي برنامج المساعدات كرامة لمن يزيد عمرهم على 65 عاما اليوم. كانت قد أقرت هذه المنحة في إطار اليوم العالمي للمسنين. وأضافت القباج أن عدد مستحقي المنحة يقارب 409,000 مواطن بتكلفة إجمالية 48 مليون جنيه. وأشارت إلى أن المنحة ستزيد دعم كرامة خلال شهر أكتوبر الجاري فقط إلى 550 جنيها بدلا من 450 جنيها. تفقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية والذي ينعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. وتفقد الوزير جناح برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظتي قنا وسوهاج في المعرض والذي ضم أكثر من 12 عارضة لمنتجات أتلي بجزيرة شندويل وهي تطريز النسيج اليدوي. نتابع. البرنامج ده عبارة عن برنامج حكومة المصرية مدعوم من خلال البنك الدولي. هو برنامج تنموي متكامل بيشمل كل كافة اتجاهات ومناحي ما تمس المواطن المصري بصفة عامة. يمكن اخترنا سوهاج وقينا على أساس أنهم كانوا من المحافظات الأكثر فقرا، على أساس أنهم أكثر احتياجا، فابتدينا نشتغل فيها بصفة عامة فيها. المشروع بدأ بصورة جدية من بقاله سنتين تقريبا، بدأنا فيه بصورة فعلية، جبنا استشاريين عشان نأثر الموضوع بسرعة. احنا التكتلات دي تم اختيار حوالي 15 تكتل، بدأنا بيهم، بنبدأ بأربعة او اهتمام بيهم كاستشاري حددهم، على اعتبار ان هو الناس اللي بيشتغلوا فيها عمالة كثافة وفيها عمالة خايفين انها تندثر في يوم من الايام، فبدأنا ان احنا نهتم بيهم. الجزء ده يمثل جزء مهم جدا بتتولاه التنمية المحلية مع وزارة الصناعة مع وزارة التخطيط. الثلاث وزارات بيشتركوا معا لقيام الصناعة دي والحرفة دي بالذات. ارتفعت صادرات مصر غير البترولية بنسبة 4% بنهاية شهر سبتمبر الماضي لتسجل 2,149 مليون دولار مقارنة بمليارين و58 مليون دولار للشهر ذاته من عام 2019، وتقدر الزيادة بنحو 92 مليون دولار. وقالت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات إن السبعة مجالس تصديرية ارتفعت صادراتها خلال الشهر الماضي، وجاء في المقدمة المجلس التصديري للطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية بزيادة نسبتها 69% وبقيمة 87 مليون دولار. وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة عبر الهاتف الدكتور فرج عبد الله الباحث الاقتصادي بجامعة السويس. مساء الخير دكتور فرج. وكيف استطاعت مصر بداية زيادة صادراتها رغم أزمة كورونا؟ مساء الخير على حضرتك والسادة المشاهدين. يعني هو اللي احنا شايفينه النهارده ده هو يعني تتويج لجهود كبيرة جدا بذلتها الدولة فيما يتعلق بالإصلاح الجمركي إلى جانب الإصلاح المالي والنقدي اللي تم خلال 4 سنين فاتوا يعني. وبالتالي بنشوف إجراءات يعني تحفيزية للصادرات متمثلة في
تحفيز الميزه النسبيه لكل اقليم. على سبيل المثال الاقليم او المنطقه الخاصه بدمياط والاساس، فبنلاقي اهتمام غير مسبوق في اهتمام كبير بالاساس وصناعات الاساس. ده ترجم مره اخرى الى مردود في زياده الصادرات من الاساس الى اخره من القطاعات ذات التاثير الايجابي على الصادرات المصريه. طيب حجم هذه الزيادة ما تقييمك لها مرة أخرى في ظل وجود فيروس كورونا؟ وطبعا كلنا نعلم القيود التي ترتبت بناء على ذلك في حركة البضائع من الدول بينها البعض. نعم، يعني يمكن أزمة كورونا أثرت بشكل كبير جدا على سلاسل الإمداد عموما في العالم كله، ولكن الاقتصادات يمكن مصر من ضمن الاقتصادات الناشئه هي اللي استجابت بشكل يعني، او الازمه اثرت ايجابيا على الجزء الخاص بالصادرات نظرا لعدم الاغلاق الكامل اللي تم خلال فتره ازمه كورونا. يعني كان في عمليه موائمه ما بين الظروف الصحيه والاجراءات الاحترازيه الى جانب العمل على يعني ان يكون عجله الاقتصاد شغاله برضو الى جانب يعني الاخذ في الاعتبار الاجراءات الاحترازيه. ده يمكن دفع بشكل كبير الى عدم توقف العجله تماما كما حدث في عدد من الاقتصادات. ده جانب. الجانب الاهم الدول الاكثر تاثيرا في على الواردات في العالم كله، ابرزها الصين طبعا اثرت بشكل كامل، يعني كان في شبه شلل كامل في الاقتصاد الصيني، وبالتالي عطى فرصه الى الاقتصادات الناشئه ان هي تبرز او دورها يبرز في محيطها الاقليمي، وبالتالي كان في فرصه تصديريه لبعض القطاعات المصريه زي ما وضح في تقرير الصادرات المصريه الاخير. شكرا جزيلا الدكتور فرج عبد الله الباحث الاقتصادي بجامعه السويس. وافق البنك الدولي على خطة مساعدة بقيمة 12 مليار دولار لضمان حصول الدول النامية على لقاحات كوفيد-19 بسرعة عندما تصبح متاحة. وقال البنك الدولي إن هذا المبلغ سيستخدم لتمويل شراء وتوزيع اللقاحات وفحوصات وعلاجات كورونا لمواطني الدول النامية، مشيرا إلى أن هذه الأموال يفترض أن تكفي لتطعيم ما يصل إلى مليار شخص. تحت وطأة أزمة مالية ونقدية واقتصادية حادة، سجلت تركيا عجزا في ميزانيتها هو الأكبر في تاريخها رغم عدم انتهاء السنة المالية للبلاد بنهاية ديسمبر المقبل. وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن إجمالي عجز الميزانية التركية خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري بلغت أكثر من 140 مليار ليرة تركية، بما يعادل 21 مليار دولار أمريكي. هذا وتراجعت مبيعات المنازل في تركيا خلال سبتمبر الماضي تحت ضغط ضعف الطلب نتيجة تذبذب وفرة السيولة في السوق المحلية. وقالت هيئة الإحصاءات التركية إن مبيعات المنازل في السوق التركية تراجعت ب 19.18% في سبتمبر 2020 مقارنة بالشهر ذاته أو مقارنة بالشهر الذي سبقه أغسطس 2020. ارتفعت مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي بأقل من توقعات المحللين، وظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية وكانت تتضمن زيادة مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بنحو 46 مليار قدم مكعبة خلال أسبوع ليصل إلى مستوى 3877 مليار قدم مكعبة. ارتفع عدد المتقدمين للحصول على طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة لأعلى مستوى في شهرين خلال الأسبوع الماضي، وكشفت بيانات وزارة العمل الأمريكية إن طلبات إعانة البطالة سجلت 898 ألف طلب بزيادة تقدر ب 53 ألف طلب، بينما تراجعت طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة بمقدار 1,160,000 ألف طلب في الأسبوع قبل الماضي.
حقق صندوق المعاشات النرويجي، وهو أكبر صندوق سيادي في العالم، عوائد تقدر بنحو 412 مليار كورونا، ما يعادل 43 مليار و900 مليون دولار، وهذا خلال الربع الثالث من العام الجاري بدعم من ارتفاع أسواق الأسهم العالمية. وقال الصندوق إن العائد على استثمارات الأسهم بلغ 15.7%، بينما ارتفعت الاستثمارات في العقارات غير المدرجة بنحو 19%. وجاء العائد الإيجابي بعد تسجيل الصندوق هبوطا بنحو 3.4% في عوائد النصف الأول من العام الجاري، متأثرا بتداعيات أزمة كورونا. في السعودية ارتفع معدل التضخم ب 5.7% بنهاية سبتمبر الماضي على أساس سنوي بعد تطبيق المملكة لضريبة القيمة المضافة. وقالت الهيئة العامة للإحصاء السعودية إن التطور في الأسعار يعود إلى زيادة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% في يوليو الماضي، مشيرة إلى أن أكبر ضغط تصاعدي على التضخم جاء من أسعار الأغذية والمشروبات والنقل. وأضافت الهيئة أن جميع الأقسام الرئيسة شهدت ارتفاعا في الأسعار مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق باستثناء قطاع التعليم. تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم بسبب عودة ارتفاع الإصابات بكورونا في أنحاء العالم، وتراجع سعر العقود المستقبلية لخام برنت القياسي تسليم ديسمبر ب 2.14% ليصل إلى مستوى 42 دولارا و27 سنتا للبرميل. هبط أيضا سعر العقود الآجلة لنايمكس تسليم نوفمبر ب 2.18% ليسجل 39 دولارا و87 سنتا للبرميل. ونتابع الآن أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري في البنوك. مع نهاية الأسبوع نشهد تراجعا جماعيا في مؤشرات البورصات الخليجية، ويستثنى من ذلك بورصة البحرين. السوق السعودية أغلق بهبوط نصف نقطة أو نصف بالمئة عفوا بتداولات بلغت 11 مليار و500 مليون ريال، والبورصة الكويتية تتراجع بأكثر من 13%. والإمارات نجد أن دبي تهبط ب 1%، وأبو ظبي تتراجع بأكثر من 18 نقطة، ومسقط تتراجع هامشيا. بحرين صعدت اليوم كما ذكرنا في البداية ولكن بشكل طفيف جدا. مشاهدينا نتوقف مع فاصل قصير ونتابع بعده مال وأعمال، كونوا معنا. أهلا بكم من جديد، ونتابع معكم بأداء البورصة المصرية، حيث أغلق المؤشر الرئيسي EGX 30 في جلسة اليوم الخميس بتراجع بعشر بالمئة. تراجع أيضا شاهدناه في جلسة اليوم على المؤشر السبعيني بأكثر من نصف بالمئة، وخسر أيضا مؤشر المئة بنصف بالمئة بنهاية التعاملات. قيم التداولات تجاوزت المليار جنيه خلال جلسة اليوم. وبعد الارتفاعات القوية التي سجلتها البورصة المصرية خلال الجلستين الأخيرتين، سجل اليوم رأس المال السوقي نحو 630 مليار و600 مليون جنيه. لمزيد من التحليل حول أداء المؤشرات هذا الأسبوع يشرفنا في الاستوديو محمد كمال، مدير التداول في شركة الرواد للأوراق المالية.
محمد مساء الخير، وخلينا نعرف تقييمك بشكل عام لحركة التداولات هذا الأسبوع. طيب الأسبوع دوت احنا شفنا مؤشر اي جي اكس 30 ابتدى يتحرك بشكل إيجابي أكثر، إيجابية أكثر من مؤشر إي جي إكس 70 اللي ابتدى. إحنا شفنا إي جي إكس 70 على مدار الأسابيع الماضية كان في تحرك إيجابي في إي جي إكس 70، ابتدت السيرة تتحرك أكثر نحو المؤشر الرئيسي البورصة المصرية إي جي إكس 30، ابتدينا نشوف الإيجابية في المؤشر، حاولنا إن إحنا نخترق أو نعدي 11400 على مدار هذا الأسبوع مرتين أو جلستين. السوق حاليا في مرحلة تجميع، احنا واقفين تقريبا في منطقة 11300، اعتقد ان هي نقطة مهمة جدا وهي في منطقة تجميع لاستعادة القوة مرة اخرى لاختراق حاجز المقاومة الهام في المؤشر الرئيسي البورصة المصرية عند 11500. انا عندي نقطة مهمة جدا عند 10800، ده الدعم الرئيسي للسوق، عندي نقطة دعم اولى عند 11150، السوق حاليا قافل عند 11300. من المتوقع ان احنا الاسبوع القادم ان شاء الله ان احنا نحاول ان احنا نجرب على 11500 نقطة المقاومة اللي احنا نزلنا منها الفترة اللي فاتت. لكن بشكل عام غلبت الحركة البيعية على معظم الأسهم لهذا اليوم، وتعاملات المستثمرين المصريين كان البيع فيها بنحو 62.5%، كيف تقرأ هذه البيانات؟ الحقيقة يمكن التراجع أو عمليات جني الأرباح اللي موجودة في السوق يمكن هي عمليات صحية جدا للسوق في الفترة الحالية. يمكن احنا كنا زي ما قلت لحضرتك احنا كنا صعدنا مع بدايات شهر 10، كنا جربنا على نقاط المقاومة اللي هي 11500، وسرعان ما كان في عمليات تصحيح مرة أخرى، وعمليات التصحيح ديت بتبقى عمليات صحية للسوق بشكل كبير لعمليات التقاط أنفاس أو جني أرباح، إن المستثمر يقدر يكون يجمع مراكز شرائية تانية مرة أخرى في عند المتوسطات السعرية اللي موجودة حاليا عشان يقدر يعدي المقاومة بشكل قوي. يمكن الملفت للأنظار أو الملاحظ في الجلسات الأخيرة يمكن زيادة أحجام التداول، احنا رجعنا تاني إن احنا نتداول فوق المليار جنيه، يمكن ده بعد انهاء صفقة النيل لحليج الأقطان، عودة سيولة مهمة جدا، احنا كنا بنتكلم على الصفقة ب 2.6 مليار، اعتقد ان في جزء خرج طبعا من السوق وجزء كبير دخل في السوق بشكل كبير جدا، وده اللي كان ملاحظ مع الجلسات اللي تبعت انتهاء الصفقة، شفنا ان في كاش ابتدى يخش في اسهم كتيرة جدا في قطاعات كتيرة. ممتاز. اذا انتقلنا لاداء القطاعات، ما رأيك في اداء قطاع البنوك خاصة بعد قرارات الفائدة؟ الحقيقة يمكن تخفيض أسعار الفايدة بخمسين نقطة أساس، ويمكن بعد التخفيض القوي اللي حصل في مارس من قبل البنك المركزي وتخفيض 300 نقطة أساس أو 3% تبعوا كذا تثبيت، يمكن كان الاجتماع الأخير للبنك المركزي كان تخفيض 0.5%، أعتقد أن التخفيض دوت بيشجع على الاستثمار بشكل كبير. متوقع أن اجتماع المركزي في نوفمبر القادم أن احنا نشوف تخفيض أيضا ما بين 50 و100 نقطة أساس أو ما بين 0.5% أو 1% تخفيض مرة أخرى. أعتقد أن التخفيض دوت بيجي في مصلحة الاستثمار بشكل كبير، وزيادة التعامل سواء في سوق المال أو الاستثمار بشكل كبير وتنمية الاقتصاد بشكل كبير. أيضا قطاع العقار أو القطاع الإسكان كان فيه نشاطا بعض الشيء مؤخرا، هل من أسباب محددة أو مباشرة لذلك؟ الحقيقة يمكن ملاحظة مهمة جدا من حضرتك ان قطاع الاسكان او قطاع الاسكان في سوق المال او البورصة المصرية فعلا كان الفترة الاخيرة كان في نشاط وفي حراك ايجابي على هذا القطاع، اعتقد ان ممكن نشوف القطاع بيتحرك بشكل ايجابي في الفترة الجاية. قطاع الاسكان من القطاعات الرائدة وقطاعات القائدة للسوق دائما وابدا، القطاع دوت بيتحرك الاول وبعد كده بقية القطاعات او السوق بيتبعه في الحركة الايجابية. من المتوقع ان احنا نشوف الفترة اللي جاية حركة إيجابية على القطاع أكثر من اللي موجودة. القطاع الإسكان مليء بشركات مهمة وشركات كبيرة وذات ثقل كبير، يمكن شركة مدينة نصر الإسكان والتعمير، ويمكن بعض الأخبار الإيجابية عليها وبيع قطعة الأرض أعتقد أنه حرك السهم بشكل إيجابي. أيضا النهاردة في عندنا سهم أخبار إيجابية على سهم طلعت مصطفى ومشاركته لهيئة المجتمعات العمرانية في تنمية وإصلاح أرض والاستثمار فيها،
أعتقد كل هذه الأخبار الإيجابية على القطاعات وبقية الأسهم اللي موجودة بالتأكيد طبعا بتدي انطباع إيجابي للقطاع وأيضا للسوق بشكل كبير. لكن بشكل عام ما المحفزات التي ترى أن السوق يحتاج لها في الفترة المقبلة لمزيد من الصعود وأيضا لكي يصبح المناخ مواتيا لطرح أسهم جديدة ضمن برنامج الطروحات الحكومية؟ طيب احنا السوق المصري حاليا بعد تخفيض اسعار او الغاء ضريبه الدمغه وتخفيضها الى نصف الالف والغائها على التعاملات الشراء والبيع في نفس الجلسه وايضا بعض المحفزات الهامه جدا، يمكن السوق ابتدى يلتقط انفاسه، وده اللي احنا شفناه مع الحركه الايجابيه اللي ابتدت تظهر مع كل هذه القرارات اللي اتخذت من قبل الحكومه واتجاهها لسوق المال. اعتقد ان احنا ننتظر الأسبوع القادم قرار لجنة التسعير الطاقة في قرارها بتسعير الغاز الطبيعي، أعتقد أنه هيفرق جامد جدا مع سوق المال وهيفرق طبعا على المستوى الاقتصادي الكلي بشكل كبير. بنتكلم على سوق المال، احنا عندنا شركات كثيفة الاستهلاك اللي بتستهلك الغاز الطبيعي، أعتقد أن تخفيض أسعار الغاز هيصب في مصلحة الصناعات الثقيلة زي الحديد والصلب والأسمدة والبورسلين، كل هذه القطاعات أو كل هذه المصانع كثيفة الاستهلاك مع تخفيض أسعار الغاز هيديها إمكانية إن هي تقدر تعمل تزود من إنتاجيتها وتخفض من سعر المنتج النهائي اللي بينافس محليا وبينافس عالميا ونقدر نصدر. بالتأكيد طبعا ده هيعود على الاقتصاد بشكل إيجابي وأيضا هيعود على ميزانيات الشركات بالإيجاب اللي هتكون في مصلحة سوق المال أو البورصة المصرية. لكن إلى أي مدى سيقلل هذا من مكاسب شركات الغاز؟ مش هتقلل من مكاسب، يعني هي الميزانيه بتاعه الشركه النهارده شركه الغاز تسعير، احنا المفروض ان احنا كل 3 شهور في او كل 6 شهور في لجنه تسعير لاعاده النظر في لاعاده النظر. فالنهارده احنا بنتكلم على الاسعار على المستوى العالمي، احنا اكثر من او اكبر من السعر العالمي. يمكن كان في بعض الاقتراحات للجنة المشكلة بمراقبة أسعار الغاز إن هي تخفيض أسعار الغاز، إحنا بنتكلم منها هي النهاردة مسعرة عند 4 دولار للمليون وحدة حرارية، أعتقد إن السعر العادل ما بين 3 و 3 ونص دولار للمليون وحدة حرارية، أعتقد إن ده السعر العادل وأيضا السعر العادل عالميا حاليا، وأعتقد إن ده هيكون إيجابي أيضا للشركات الغاز، لأن إحنا النهاردة الصناعات كثيفة الاستهلاك لما بتزود من إنتاجها وبتزود من خطوط إنتاجها هتشجعها إن هي تستهلك أكتر من الطاقة اللي موجودة حاليا، فده هيخلي الاستهلاك لما بيزيد بيزود الخطوط الإنتاج أو الضخ الغاز لشركات الغاز نفسها. ممتاز. طيب بشكل عام كيف ترى الصورة الأسبوع المقبل؟ الاسبوع المقبل اعتقد ان احنا ممكن نشوف ان احنا نجرب زي ما قلت لحضرتك احنا في مرحله تجميع، نجرب ان احنا نحاول ان احنا نخترق نقاط المقاومه عند 11500 وهي نقطه مقاومه مهمه في سوق المال المصري او في البورصه المصريه، من المتوقع ان احنا نحاول ان احنا نقترب منها او نحاول ان احنا نخترقها. الحقيقه يمكن مرحله التجميع على مدار الاسبوع ده والاسبوع اللي فات من الممكن ان هو يشجعنا او يحفز دخول على هذه المنطقه وكسرها ووصولا لمحطات اخرى عندنا 11800، ما اعتقدش ان في حاجه بتعوق حاليا البورصه المصريه، يمكن كان بنامل ان اعاده او احياء عمليه الطروحات الحكوميه لان دي اعتقد ان هي دي اهم محفز من المحفزات الحاليه اللي احنا بنفتقدها او السوق المال بيفتقدها. احنا دلوقتي بقى عندنا سيوله كبيره، احنا كان عندنا كاش وسيوله خرجت من صفقه النيل لحليب الاقطان، في كاش موجود خارج بره السوق بينتظر لي طروحات حكوميه ذات ثقل وذات ثقل وفي نفس الوقت مصداقية عند المستثمر سواء المحلي أو المستثمر الأجنبي. أعتقد أن حان الوقت اللي بدء في برنامج الطروحات الحكومية ولو حتى يعني البدء بالترويج لبرنامج الطروحات الحكومية. احنا عندنا شركات أو أسهم جاهزة أو ورقها ابتدى يكون جاهز أن هي طرحها في البورصة زي بنك القاهرة وبعض البنوك الحكومية. حتى بنك القاهرة الذي يبدو أكثر جاهزية من غيره في برنامج الطروحات أعلن عن التأجيل لحد العام المقبل.
لحد بدايه السنه يعني. بالظبط، يمكن هو تم التاجيل اكتر من كذا مره. هم يعني لجنه الطروحات بتتوخى الحظر، او هي شايفه ان الوقت الحالي غير مناسب للطرح. انا اعتقادي الشخصي ان السوق في حاجه او في حاله للتعطش لطروحات حكوميه، لان الطروحات الحكوميه مش بس هي بتفيد برنامج الطروحات، ولكن ايضا بتفيد لجذب استثمارات جديده داخل السوق وجذب شرائح جديده ومستثمرين جدد في السوق المصري، سواء على الجانب المحلي او الجانب الاجنبي او العربي. احنا شفنا في برنامج الطروحات المصريه للاتصالات، احنا شفنا شريحه كبيره جدا دخلت للسوق لاول مره، ونسب التكويد زادت جدا في نسبه التكويد والعملاء الجدد اللي دخلت السوق من بعد الاكتتابات زي المصريه للاتصالات وزي سيدي كرير وامك، اعتقد ان كانت كبيره جدا، والسوق اكتسب شريحه جديده من العملاء. احنا حاليا في مرحله ان احنا والسنه اللي فاتت حتى في وسط ازمات كثيره عالميه طرح فوري كان ناجح جدا. بالظبط، الطروحات الخاصه لقت نجاح كبير جدا، ويمكن لقت مصداقيه عند المستثمرين المحليين والاجانب. عشان كده انا بقول لحضرتك ان المستثمرين الحاليين سواء المحليين او الاجانب في تعطش للطروحات الحكوميه، لان دي بيبقى طروحات ذات ثقه، لان هو المستثمر بيبقى بيثق في البنك القاهره، بيثق في الطروحات الشركات الحكوميه اللي هتطرح. واحنا عندنا شركات مهمه جدا وشركات ذاخره بميزانيات مهمه وميزانيات كسبانه كتيره جدا. اعتقد ان برنامج الطروحات هيحيي مره اخرى سوق المال المصري، وهيكون بدايه انطلاقه لسوق المال المصري. انا بشكرك شكرا جزيلا الاستاذ محمد كمال، مدير التداول في شركه ارواد. شكرا جزيلا. شكرا يا فندم لحضرتك. مشاهدينا نتوقف مع فاصل قصير ونتابع بعده المزيد في مال واعمال، كونوا معنا. He said that, and he said other things, but we won't even get into it. This is crazy. This is the craziest race. You know what? I'm running against the worst candidate in the history of presidential politics, and if I lose, it puts more pressure. I wish he was good. I wish he was good. I'd have less pressure. You know, I mean, how do you lose to a guy like this? How do you lose to a guy like this? Ay, ay, ay. And by the way, we're leading in North Carolina. Poll just came out. I think we're leading everywhere where people are intelligent, actually. And you actually, we just got a report, the lines are through the roof on areas that would more typically vote for us. I'm trying to be diplomatic when I say that. Thank you. But this election is a matter of national security. It really is. We can't let this happen. It's a matter of national security. The Bidens got rich while America got robbed. Now big tech, you see what's going on with big tech? Is censoring these stories to try and get Biden out of this impossible jam. He's in a big jam. You know, his son left his laptop at some place. Fixed my laptop. He forgot to pick it up. The guy from the laptop, it looks like he saw it. He said, wow, this is really criminal stuff. He brought it to the FBI. Can you believe this? This could only happen to me and the people of North Carolina, though. This could only happen to us. Can you imagine? He's fixing a laptop. He says, this is really bad stuff. I think I'll bring it into law enforcement. Anyway, they've got it. They've got a lot of them. I hear they have stuff coming. I don't won't even believe. Yeah, you'll believe it. He and his family are crooked, and they were caught. They got caught. Now they're being protected by big tech. And if big tech persists in coordination with the mainstream media, we must immediately strip them of their Section 230 protection. Okay, it's very simple. And we all believe in freedom of the press, but don't forget, big tech got something years ago that let them become big tech. They got total protection. They don't get sued. They don't get anything. They're totally protected. So the government gave that. So that takes away that little feeling that, oh, gee, we can't talk to them about freedom of the press, etc. No, we're going to take away their Section 230 unless they shape up.
طبعا بدأنا العد التنازلي للانتخابات الرئاسية الأمريكية، وطبعا النشاط كبير جدا في الولايات المتحدة. تابعنا جانبا من هذا المؤتمر الجماهيري والذي يتحدث فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ولاية نورث كارولينا، وطبعا الشعار دائما هو أن نجعل أمريكا عظيمة. في بعد ما ذكره أنه بيقول أن هناك مؤشرات على أن كفة التصويت ترجح لفوز الحزب الجمهوري، وطبعا دونالد ترامب المرشح الجمهوري. وقال أيضا أنه هذه الانتخابات هي مسألة أمن قومي، ووجه بعض الاتهامات لقطاع التكنولوجيا، وقال إن هناك أسبابا خفية جعلت قطاع التكنولوجيا في السنوات الأخيرة من أضخم القطاعات على الإطلاق والمدرة لكثير من الأرباح، وأشار بأصابع الاتهام لاحتمال أن تكون قد تم معاملتها بالطريقة يعني فيها بعض التجاوزات. نعود لأخبارنا في مال وأعمال، حيث اجتمع وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق مع رؤساء النقابات العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والتجارة والبناء والأخشاب والنقل البري والكيماويات والصناعات الهندسية والمعدنية، وأيضا ممثلي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بمجالس إدارات الشركات القابضة الخاضعة لإشراف الوزارة. وشرح الوزير نموذج لما سيحصل عليه الموظفون طبقا للائحة الجديدة مقارنة باللائحة الحالية، وذلك في إحدى شركات التأمين. وأوضحت الأرقام عدم تأثر مجمل دخل الموظفين باللائحة الجديدة والبالغ عددهم 4800 موظف. وأبدى الحضور تفهمهم لفلسفة لائحة الموارد البشرية الجديدة للشركات والأسس التي تم عليها إعداد مسودة اللائحة. هذا وتلاحظ خلال اليومين السابقين تداول معلومات غير دقيقة على بعض صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية بشأن مشروع لائحة الموارد البشرية لشركات قطاع الأعمال العام، وروج لمغالطات ومعلومات غير دقيقة تتعلق بها وتصدير صورة غير صحيحة للعمال بشأنها. ولإزالة أي لبس في هذا الموضوع أكدت وزارة قطاع الأعمال العام تقديرها لجميع العاملين بالشركات باعتبارهم شريكا أساسيا في أي تطوير وتحديث في الشركات. وبشأن ما أثير عن مسودة اللائحة وضحت الوزارة التالي: لم تتضمن مسودة اللائحة أي تخفيض أو تقليلا في الأجور الأساسية للعاملين أو العلاوات المضمومة أو غير المضمومة أو العلاوات الخاصة سواء للشركات الرابحة أو الخاسرة. كما تضمنت مسودة اللائحة ولأول مرة حق الجمعية العامة في إقرار زيادة استثنائية في العلاوة الدورية لضبط مستوى الأجور في بعض الشركات حسب مستوى الأجور في السوق. وتضمنت مسودة اللائحة وضع حد أدنى من المزايا لجميع العاملين في الشركات كافة. وأهبت الوزارة بضرورة تحري الدقة والموضوعية فيما ينشر لتجنب التفاف البعض من مثيري الفتنة لتلك الأخبار غير المدققة لمحاولة إثارة البلبلة وتأثير سلبا على استقرار وأوضاع هذه الشركات والعاملين بها. افتتح اليوم وزير الكهرباء والطاقة دكتور محمد شاكر مركز مصر للخدمات الخاص بسيمنز للطاقة والأكاديمية المصرية الألمانية للتدريب التقني بالمنطقة الاقتصادية في العين السخنة. وقال المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إن وجود هذا الصرح الأكاديمي والفني لدعم التدريب المهني في مصر
وفي المنطقة الاقتصادية بشكل خاص يعتبر إضافة قوية داخل المنطقة، وسيكون التركيز عليه في الخطة الاستراتيجية. وينضم إلينا مباشرة عبر الهاتف المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. مساء الخير يا فندم، وفي البداية لنتعرف على أوجه الاستفادة من هذا المركز الخاص بسيمنز للطاقة وأيضا الأكاديمية المصرية الألمانية للتدريب التقني. مساء الخير يا فندم. الحقيقة المركز ده مركز مهم جدا في المنطقة الاقتصادية، هو له شقين. في الأول هو مركز للتدريب على أعلى مستوى، ويمكن يعني في الافتتاح النهاردة ذكر أن ده مركز يعني تقريبا ملوش مثيل إلا في أماكن قليلة جدا في العالم. فهو يعني العاملين فيه والمتدربين فيه بيكون على أعلى مستوى في التدريب لكل ما يقدم داخل هذا المركز. الشق الثاني هو شق الصيانة وشق المتابعة للأمور المتعلقة بالأعمال الميكانيكية الخاصة بمحطات الكهرباء أو ببعض المعدات اللازمة لأعمال البترول. وبالتالي ده من شأن الحقيقة أنه هو يوفر وقت كتير جدا جدا فيما يتعلق بالتعامل مع الصيانة لموضوعات مختلفة متعلقة في المجالين دول، بالإضافة طبعا إلى توفير عملات صعبة كنا نستورد بها وما شابه. فالحقيقة هو مركز عظيم جدا ومركز يعني هيدي إضافة جيدة في خصوص وجوده في المنطقة الاقتصادية. المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، شكرا جزيلا لوجودك معنا، وطبعا نتطلع للقاء مباشر وجها لوجه قريبا جدا. شكرا لك، ومشاهدينا الكرام أشكركم جزيلا على المتابعة، نراكم دائما على كل خير.